بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن أسباب ارتفاع ضغط الدم عند الحامل. طبعا يرتفع ضغط الدم عند بعض الحوامل نتيجة تسمم الحمل أو نتيجة ارتفاع الضغط المرضي، وهنا قد يحصل نوع من أنواع الخطورة على الحامل أو المرأة بعد الولادة. يجب الاهتمام ومراجعة الطبيب وفحص ضغط الدم ومراقبة درجة الحرارة. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.